عسلامة. فيديو متاع اليوم باش تكون مختلفة شوية على الفيديوهات الاخرين، ما بين الحاجات اللي تخليني productive اكثر لان نزين البيرسونال سبيس متاعي. اليوم قررت نشارككم فكرة صغيرة وبسيطة برشا. عندي جوريز هذوما متاعي في الباسكت داخلين بعضهم، قلت علاش لا ما ننظمهمش وتكون فكرة باش اني نزين الباثروم متاعي. المكونات هما برانشز متاع شجرة، وعنا باش نستعملو 2 كليبس هذوما، وباش نسحقو خيوط باش نربطو البرانشز على المرآة. سو اول خطوه تكون باش نعلقوا الكليب هوني ونخليو فيه الخيط، هذا الخيط اللي باش نربطوا به البرانش، نعلقوا الكليب هونيه وباش نعملوا نفس الحاجه في الجهه الثانيه. بعد نشدوا البرانشز متاعنا نحاولوا نخليهم في الجهة هذي وباش نربطو عليهم الخيوط اللي علقناهم في الكلبس. عملية سهلة وتسحقش منك معك، ما تسحقش انسان اخر معك، تنجم تعملها وحدك. هذه المرحلة الاولى، الخطوة الاولى. الخطوة الثانية باش تكون بالبرانش الثانية وباش نخليوها على جنب. So, هذه كانت الخطوة الأولى. الخطوة الثانية هي تزيين الجولري على البرانشز. تزيين أي واحد يزين حسب الذوق متاعه. وهكذا نكونوا كملنا الجوليريز الكل، خليناهم هوني. At the same time تحس روحك نظمت البيرسونال سبيس متاعك، نظمت الجوليريز وزينتهم على طريقة تتماشى مع شخصيتك. إن شاء الله عجبتكم الفيديو هذه الدي اي واي، وكان عجبتكم تنجموا تعودوها كما قلت لكم بسيطة برشا وما تطلب حتى شيء. بسلامة.